نشرة الأخبار من يان شباب، والبداية بالعناوين. نائب الرئيس يزور جبهات القتال في مأرب والجوف ويؤكد العزم على دحر الانقلابيين لتدميرهم وتمزيقهم النسيج الاجتماعي. اغتيال اثنين من قيادات الإصلاح في عدن وذمار في عمليتين متشابهتين بواسطة مسلحين يستخدمون دراجات نارية. شهداء وجرحى في قصف لميليشيا الحوثي والصالح لأحياء بتعز، والمقاومة والجيش الوطني يحررون مواقع في الأحكوم. أهلا بكم. قام نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر بزيارات تفقدية إلى عدد من ألوية ومعسكرات الجيش الوطني في مأرب ونهم والجوف بعد عودته لقيادة عمليات عسكرية في عدد من المحافظات وفقا لمصادر عسكرية. وأكدت المصادر أن عودة نائب الرئيس تأتي في إطار مسار الحسم العسكري المقرر لدحر الانقلاب، وجاءت بعد تدريبات وترتيبات ولقاءات له في الرياض مع محافظي محافظات مأرب وصنعاء والمحويت والقيادات العسكرية في شبوة. وتفقد الفريق الأحمر مواقع المقاتلين من أفراد الجيش الوطني في الخطوط الأمامية بمديرية نهم بمحافظة صنعاء والمنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف والوحدات العسكرية في محافظة مأرب. هذا وقال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر في كلمة له خلال زيارته وحدات عسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب إن الإنقلابيين عاثوا في الأرض فسادا ودمروا البلاد ومزقوا نسيجها الاجتماعي من خلال مشروعهم السلالي الإمامية المرفوض جملة وتفصيلا في كافة أبناء الشعب اليمني. وأضاف أن محاولة الإنقلابيين شرعنة انقلابهم عبر مجلس النواب فشلت فشلا ذريعا وقوبلت بالرفض من المجتمع اليمني والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، داعيا إلى مزيد من التدريب والصبر. إن الإنقلابيون الذين استولوا على السلطة بطرق غير شرعية عاثوا في الأرض فساد وأخربوا البلاد، خربوا منجزاتها وخربوا أمنها واستقرارها وخربوا أيضا نسيجها الاجتماعي. كما زار نائب رئيس الجمهورية محافظة الجوف للاطلاع عن كثب على أحوال المواطنين والمحافظة بشكل عام. والتقى الأحمر خلال الزيارة بعدد من قادة وأعضاء السلطة المحلية وفي مقدمتهم محافظ الجوف المعين حديثا أمين العكيمي وقادة الجيش والأمن، وأشاد بما قدمته دول التحالف العربي من أجل تحرير المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها. كما شدد الأحمر على أن تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظة بمهامها وأن تعكس المدن المحررة النموذج المناسب للدولة التي يحلم بها أبناء الشعب اليمني. اغتال مسلحان مجهولان قياديا في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اغتال القيادي في إصلاح عدن ورئيس دائرته القضائية الشيخ صالح سالم بن حليس أثناء مروره في مديرية المنصورة ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة. كما اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية قيادي بارز في حزب التجمع اليمني الإصلاح بمحافظة ذمار التي تسيطر عليها ميليشيات صالح والحوثي. وقالت مصادر محلية
إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على عضو مجلس شورى حزب الإصلاح صالح العنمي أمام شركة النفط وأرضوه قتيلا على الفور. يذكر أن اغتيال عضو مجلس شورى حزب الإصلاح العنمي تعد ثالث عملية اغتيال في محافظة ذمار بعد اغتيال حسن اليعري رئيس شورى الإصلاح بذمار والشيخ علي العنسي عضو شورى الحزب المحافظة منذ سيطرة الحوثيين عليها نهاية العام 2014. أكدت الكتل البرلمانية بمجلس النواب بطلان كافة الإجراءات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح وما يترتب عنها كونها خالفت الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية. وقالت الكتل في بيان مشترك إن تلك الإجراءات باطلة لكونها لم تحقق النصاب القانوني، وأصبح هذا الانعقاد وما ينتج عنه في حكم العدم كون البرلمان محكوم بالتوافقية بين جميع الكتل. ووصف ما حدث في مجلس النواب أنه مسرحية هزلية أقدمت عليها الميليشيات دون أن تراعي حرمة هذه المؤسسة التشريعية والرقابية المنوط بها حماية الدستور والقوانين. من شمال الوطن وغربه إلى الجنوب والشرق تجري عمليات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لدحر الانقلاب وتطهير المناطق والمدن من الجماعات الإرهابية الذراع الأخرى لميليشيا صالح والحوثيين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لم يقتصر مسار الحسم العسكري على تحرير المحافظات اليمنية من قبضة الانقلابيين فقط، وإنما امتدت عمليات الجيش الوطني إلى تطهير بعض المناطق من تواجد الجماعات المسلحة والمتطرفة التي تعمل ضمن الأجندة التي تلغي حضور الدولة في صالح مشروع الانقلاب. ففي خطوة جديدة ضمن مهمة استعادة الدولة، انطلقت أمس قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف صوب معاقل الجماعات المتطرفة بمحافظة أبيان، وتمكنت من تطهير مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبيان من قبضة الجماعات الإرهابية، كما تم تطهير جبل العريافع ومدينة عزان بمحافظة شبوة شرق البلاد. وتزامنا مع تلك العمليات تخوض قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوة التحالف معارك شرسة شمالا في المحيط الشرقي من العاصمة صنعاء في سياق المهمة ذاتها والهادفة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. فتطهير الجماعات المسلحة والمتطرفة جنوبا يساهم في تحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين شمالا والتوغل نحو العاصمة صنعاء. بدأ ذلك واضحا في تصريحات نائب رئيس الجمهورية التي أطلقها من معسكر الفرض بنهم على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة، إذ أكد أن عمليات الجيش الوطني والتحالف في مختلف المناطق باتت قريبة من مهمة استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي. انتصارات الجيش وتحالف العرب ضمن مهمة بسط سيطرة الدولة في أبيان وشبوة ووصول قوات الشرعية إلى أبواب العاصمة تعطي تأكيدا بأن الحسم العسكري لم يعد مجرد ورقة تفاوضية، وباتت الميليشيات محاصرة بالهزائم العسكرية كما هي غارقة في الفشل السياسي. استشهد اثنين من المدنيين بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز. وقال مصدر طبي إن القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة 16 آخرين. إلى ذلك تعرضت قرى منطقة حمير مقبنة غربي مدينة تعز لقصف مدفعي مكثف من قبل ميليشيات الانقلابية. كما وصلت ميليشيات الحوثي قصفها المكثف على قرى تقع في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان تعز والمقاطرة في لحج الحدودية مع تعز. وعلى الصعيد الميداني تمكن أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من صد هجوم للميليشيات الانقلابية في جبهات المدينة. وقالت مصادر ميدانية إن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تطهير ثلاثة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة الأكموش بالأحكوم. قتل ثمانية من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية
في مديرية الزاهر. وفي سياق متصل، تصدت المقاومة الشعبية لهجوم للميليشيات الإنقلابية ومحاولة التقدم إلى أحد المواقع في جبهة المسياب بمديرية الزاهر آل حميقان، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. أعدمت ميليشيات الحوثي وصالح شقيقين واختطفت آخرين أثناء مداهمتها لقرية في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب. وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قامت بقتل الأخوين عادل ومحمد حمود علي عبد الله السلمي وجرح عدد من النساء والأطفال واختطاف آخرين أثناء مداهمتها لمنازل المواطنين في قرية بئر المعيذر بعزلة الأسلوم. أعلن التحالف العربي فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى بدءا من اليوم الاثنين بعد تعليقها لنحو أسبوع. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف أنه من أجل سلامة العاملين في المجال الإنساني يجب إشعار التحالف مقدما بتلك الرحلات، وسيكون ذلك مشروطا بوضع العمليات العسكرية في حينه. وأشار البيان إلى أن التحالف علق مسبقا الرحلات الجوية خلال الفترة من 9 حتى 15 من هذا الشهر من أجل سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية. وبين التحالف أنه خلال الفترة تلقى 12 طلبا لا تتضمن أي منها مواد غذائية أو إنسانية، إنما كانت جميعها تتعلق بنقل موظفي المنظمات الدولية. أكد مكتب شؤون الجرحى والشهداء في محور مريس دمت بمحافظة الضالع تسلم أسر الشهداء مرتباتهم، داعيا في الوقت نفسه إلى استكمال الجهود الحكومية بتسليم مرتبات الجرحى وجنود المقاومة والجيش الوطني. وقال مدير المكتب أحمد العمري ليمن شباب إن 100 من أسر الشهداء استلمت المرتبات، معبرا عن الأمل أن يتسلم الجرحى وجنود المقاومة مرتباتهم في وقت قريب. تم صرف رواتب الشهداء لجبهة مريس، أكثر من 100 شهيد استلم إلى الآن وتبقى القليل، ونناشد كذلك بصرف رواتب الجرحى والمقاومة الشعبية. والشكر موصول كذلك للجيش الرسمي والمقاومة الشعبية، وكذلك الشكر لنائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح الأحمر. أكد تقرير تربوي صدر حديثا أن التعليم في اليمن بعد قرابة عامين من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح بات في وضع بالغ الخطورة، وانخفض التحصيل العلمي إلى أقل من 60%. التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي لتقييم وضع التعليم العام في اليمن على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات خلال العام الدراسي المنصرم أكد أن 10% من مدارس البلاد مغلقة، وأن 34% من المدارس متضررة بشدة أو بشكل متوسط، و 22% من المدارس مدمرة أو محتلة عسكريا من قبل الميليشيات. وكشف التقرير أن ظروف الحرب تسببت في حرمان 1,300,000 طفل من في سن التعليم العام، فيما أكثر من 800,000 طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وتلقوا تعليمهم في غير مدارسهم. بدأت جامعة حضرموت دورها في المحافظة من خلال ورشة عمل بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت لبحث تحسين الأداء الإداري والاقتصادي في حضرموت. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. محاولات عدة لتحسين الوضع الاقتصادي في محافظة حضرموت بعد تحريرها من القاعدة وبسط نفوذ الدولة وتمكن الحكومة الشرعية من الإشراف عليها، حيث عقدت السلطة المحلية ورشة خاصة بالوضع الاقتصادي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت. نحن بعقد هذه الورشة نشتي نستخلص بعض العبر والنتائج اللي نوضح نوضح أولا لشعبنا أنه نشتي نخدمه بشيء نحن وضعناه ونحن خططنا له
ونحن بننفذ. تأتي هذه الورشة بعد أن سجلت حضرموت حضورا ملموسا في برنامج المعهد العربي للتخطيط بالكويت وتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وجامعة حضرموت، والتي كان من أهمها تأهيل الكوادر وتوفير الأجهزة لمؤسسات السلطة بالمحافظة. المعهد العربي كمؤسسة إقليمية عربية تقدم الدعم الفني والمؤسسي للتنمية العربية بشكل عام، واليمن كعضوة في هذا المعهد، حتى لمحافظة حضرموت حضور كبير جدا في برامج المعهد من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين المعهد العربي للتخطيط وجامعة حضرموت. وبالرغم من الظروف الصعبة في المحافظة، إلا إن أبناءها أرادوا إثبات وجودهم من خلال عمل خطة ذات مسارين تلامس هموم المواطن في وقت محدد ينتهي بانتهاء هذا العام. خطتنا إن شاء الله ستكون ذات مسارين، مسار عاجل يتم فيه حل كثير من الأمور التي تلامس هموم المواطن اليومية، وسينتهي هذا المسار بنهاية هذا العام. المسار الآخر هو مسار مرحلي يتم خلاله تصحيح بعض الأمور وبعض الظواهر في جوانب الضبط الإداري وفي جوانب المشروعات وفي جوانب الطرقات وفي جوانب الكهرباء والمياه، بحيث نستطيع أن نقول بنهاية هذه المرحلة أن لدينا أرضية متينة قادرة على النمو جاذبة للاستمرار، نستطيع من خلالها أن نبني رؤية أبعد ذات مجال أشمل. نشاط ملموس على مستوى التدريب والتأهيل في محاولة لتعويض فترة الغياب التي شهدتها المحافظة بفعل فوضى الميليشيات وسيطرة الجماعات المسلحة. أماني خليل، يمن شباب، المكلا. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها. نائب الرئيس يزور جبهات القتال في مأرب والجوف ويؤكد العزم على دحر الانقلابيين لتدميرهم وتمزيقهم النسيج الاجتماعي. اغتيال 2 من قيادات الإصلاح في عدن وذمار في عمليتين متشابهتين بواسطة مسلحين يستخدمون دراجات نارية. شهداء وجرحى في قصف لميليشيا الحوثي وصالح لأحياء بتعز، والمقاومة والجيش الوطني يحررون مواقع في الأحكوم. نهاية الأخبار، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.